مساكم الله بالخير والسرور. وجينا لمطبخنا وبنسوي اليوم وصفة آسيوية. عندي هذا شريمب مغسول ومنظف، راح أسوي فيه شريمب تبنياكي. راح أتبله بعصير ليمونة وملعقتين خل وبشر برتقال وزنجبيل طازج مبشور وحبة بيضة وصويا معتدلة وصويا المحار اللي هي الأويستر صوص وملعقتين نشا مع 3 ملاعق دقيق وملعقة صغيرة بيكنج باودر. ليش استخدمت البيكنج باودر؟ علشان يغلف لي الشريمب. وعلى فكرة البيكنج باودر مرة حلو، إذا كان في التتبيلة بيض ضيفوا بيكنج باودر، يغلف لكم الشيء اللي انتم بتقلونه ويصير مقرمش. نسيت أقول لكم أني بحط من الصويا الكلاسيك العادية اللي شوية تكون مالحة، لأن المعتدلة للأويستر مو مرة مرة مالحة. كذا التتبيلة جهزت عندي وراح أضيف الشرم أو حصبها على الشرم، بس لا أحسن لي، وأخليها تنقع أقل شيء نص ساعة، يعني من ساعة إلى نص ساعة أو من نص ساعة إلى ساعة. أنا مش بلاي يعني، ما تقلونها على طول، خلوها شوي. خلاص تبلت الحين الروبيان. يمكن البعض يستنكر اني ليش حاطة بشر برتقال، او ممكن يطلع بشر برتقال او نكهته في الروبيان. ابدا ما يطلع، الا بالعكس يشيل لكم الزفرة ويعطي نكهة لذيذة جدا للروبيان. جربوه. بديت اقلى الروبيان عشان نبدأ بالخطوة اللي بعدها، نسوي صوص التبنياكي. وهذا الروبيان بعد ما قليته، الحين راح اجهز معكم صوص الترياكي وبعدين نبدا نسوي الحمسه الخاصه بالروبيان. وراح اجهز الحين صوص الترياكي. راح احتاج الى صويا معتدله والاويستر صوص والصويا الكلاسيك العاديه والترياكي وكوب مويه وملعقتين نشا. كذا صوص الترياكي خلاص جاهز، بخليه على جنب وابدا الحين اسوي حمسه الروبيان عشان نضيف الصوص هذا له. بالقدر حطيت زيت سمسم، طبعا الاكلات الصينيه يعتمدون زيت السمسم، اذا ما توفر عندكم ممكن زيت زيتون. بحمس فيه بصل ابيض مقطع جوانح كذا شرايح، وبضيف فصين الى 3 فصوص ثوم، كمان زنجبيل مبشور، طبعا الزنجبيل ضروري في الاكلات الصينيه. احمصه شوي، وبضيف فلفل ملون قطع كذا مربعات، وبعدها راح نضيف الروبيان. الحين راح اضيف الروبيان اللي قليته، احمصه شوي قبل لا اضيف صوص اللي سويناه. وهنا قاعدة أسخن صاجة السيزلينج عشان تسمعون صوت التشتشة لما نضيف الروبيان تبنياكي. بعد ما حمست الروبيان مع البصل وأخذ ريحة الزنجبيل، راح أضيف الصوص اللي سويناه. وتقليبة على السريع بس إلين يبدأ يتقل معي، وخلاص يتقدم، بس نخليه يتقل. إذا شفتوا الخليط مرة ثقيل ممكن تزيدون له مويه، أنا يبدو إني بزيد له شوية مويه لأنه حسيت إنه ثقيل. خلاص شايفين القوام، الحين راح أضيف له فطر مقطع شرايح وتقليبه، وخلاص الآن يتقدم. طبعا الفطر ما ياخذ له وقت لأنه فريش، وحلو إنه يعني يتقدم كذا ما يكون ذابل مرة.
وهذا شريمب تبنياكي يتقدم مع رز بالخضار، ممكن رز أبيض، لذيذ جدا، جربوه وبالعافية.